السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في تحضير نص المرأة والتنمية وهو موجود بالصفحات 124, 125 و 126 بمرجع في رحاب اللغة العربية للسنة الثانية إعدادي إذن نبدأ أولا بتحضير النص وتعرف صاحب النص. إذن صاحب النص هو الكاتب والمفكر وعالم الاجتماع المغربي مصطفى محسن المزداد بمدينة آسفي سنة 1947 اشتغل أستاذا باحثا في سوسيولوجيا التربية والشغل والتنمية بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط. وأيضا أستاذا متعاونا مع بعض الكليات ومؤسسات تكوين الأطر التربوية العليا، له العديد من الدراسات والمقالات والحوارات والأبحاث والمؤلفات الفردية أو المشتركة، ويعتبر من أهم العاملين في مجال علم الاجتماع وعلاقاته بعلوم التربية في المغرب والمنطقة العربية. له مجموعة من المؤلفات من بينها مدرسة المستقبل رهان الإصلاح التربوي في عالم متغير التربية وتحولات عصر العولمة مداخل للنقد والاستشراف ثم قضية المرأة وتحديات التعليم والتنمية البشرية نمر لمصدر النص إذا النص المرأة والتنمية فهو مقتطف من كتاب بعنوان قضية المرأة وتحديات التعليم والتنمية البشرية الصادر في العدد 15 من مجلة المعرفة للجميع الصفحة الثانية والخمسين وما بعدها بتصرف نوعية النص إذا النص المرأة والتنمية هو عبارة عن مقالة تفسيرية ذات بعد اجتماعي ثانيا ملاحظة عنوان النص او ملاحظه النص اذا نبدا بتحليل العنوان اذا تركيبيا العنوان مركب عطفي وهو مبتدا خبره محذوف تقديره مضمون النص اذا مركب عطفي يتكون من معطوف ومعطوف عليه اذا المعطوف عليه هو المراه حرف العطف الواو والمعطوف هو التنميه. دلاليا يشير النص الى العلاقه بين المراه والتنميه، مما يحيل على دور المراه في التنميه وكذلك ما مدى استفاده المراه من التنميه. التعليق على الصوره، اذا الصوره الموجوده عندنا في الكتاب المدرسي، اذا هي صوره فوتوغرافيه تظهر فيها امراه بوزره بيضاء وهي تشتغل على جهاز الكتروني مرتبط بمجال الصحه مما يدل على ان المراه تساهم في تقدم الوطني من خلال ممارسه عده مهن مهمه ثم العلاقه بين عنوان النص وعنوان المصدر اذا من خلال العنوانين يتضح ان المراه لا زالت تواجه العديد من التحديات خصوصا في مجال حقها في التعليم مما يحد من مساهمتها في التنميه البشريه. اذا مصدر النص المقصود به هو او عنوان المصدر اي المقصود الكتاب او المرجع الذي اخذ منه النص وعنوان النص هو المراه والتنميه. اذا سنطرح بعض الفرضيات اذا من خلال تحليل العتبات السابقه نفترض ان النص سيبرز دور المراه في التنميه سيبين الحواجز التي تمنع المراه من المساهمه في التنميه او فرضيه اخيره سيبرز كيفيه تجاوز المراه للتحديات التي تواجهها إذا بعد ذلك لدينا فهم النص، إذا شرح بعض الكلمات الصعبة في النص إذا مثلا قياسا فهي تعني مقارنة، ثم لا جدال أي لا نقاش، أيضا لا يستهان به بمعنى لا تقل أهميته الآنفة الذكر أي التي سبق ذكرها، يقوم أي تحدد قيمته. ثم كفاية أي قدرة وكفاءة، وأخيرا النظرة الدونية أي النظرة التي تحتقر المرأة. الفكرة العامة للنص يبرز الكاتب ما تمكنت ما تمكنت المرأة من تحقيقه لحد الآن رغم المشاكل التي لا زالت تحد من مشاركتها في المجتمع، مبينا دور التعليم في إعدادها للمساهمة في ربح معركة التغيير. ثالثا الأفكار الجزئية. إذا الفقرة الأولى فهي من بداية النص إلى منتج أو منتج ثم الفكرة التي تتضمنها إبراز الكاتب لبعض الحقوق التي أحرزتها المرأة. الفقرة الثانية من غير أنها إلى الريف. وفكرتها الجزئية يعدد الكاتب أهم العوائق التي لا زالت تمنع المرأة من تحقيق جميع أهدافها الفقرة الثالثة من إن التعليم إلى المتخصصة وفكرتها تأكيد أو تأكيد الكاتب على دور التعليم في تحرير المرأة وتأكيد الذات الفقره الرابعه والاخيره من ان الرهانه الى اخر النص وفكرتها العامه ابراز الكاسب لدور المراه في ربح معركه التغيير نمر لتحليل النص اذا الحقول الدلاليه لدينا حقل يدل على معاناه المراه وسبل التجاوز إذا ما يدل على معاناة المرأة لدينا عدم تكافؤ الفرص التعليمية والاجتماعية، لدينا الاستغلال والحرمان المضاعف إلى غير ذلك، أما سبل التجاوز فيدل عليها التعليم، وسنعلق على هذا الجدول، نلاحظ أن معاناة المرأة لها تجليات كثيرة، إلا أن سبل التجاوز تتلخص في سبيل وحيد وأوحد. وهو التعليم البنيه التفسيريه للنص اذا لدينا موقف الكاتب اذا الموقف الكاتب يقول بان المراه قادره على المساهمه في تنميه مجتمعها الى جانب الرجل معطياته التفسيريه اذا الافكار والحجج التي يدافع بها عن هذا الموقف لدينا المراه تمكنت من اقتحام عده مجالات قيمة الفرد ليست مرتبطة بجنسه أو لونه وإنما بكفاءته ثم تحرير المرأة من شروط ربح معركة التغيير أما الأساليب التي اعتمدها فاعتمد أسلوب المقارنة من خلال المقارنة بين وضعية المرأة في العصر الراهن والقرن العشرين ثم أسلوب التمثيل حيث يقدم أمثلة عن أسباب اضطهاد الفتاة بالإضافة إلى أسلوب التأكيد من خلال قوله إن التعليم إن الرهانة إذا إن هنا نسخ حرفي يفيد التوكيد ثم أيضا استعمل الجمل الاعتراضية إلى غير ذلك بخصوص قيم النص فالنص يتضمن قيمة اجتماعية تتجلى في أهمية مشاركة المرأة في المجتمع، وقيمة حقوقية تتجلى في حق المرأة في التعليم. أخيراً نمر إلى تركيب النص. إذا يستهل الكاتب نصه بالمقارنة بين وضعية المرأة في القرن العشرين والعصر الراهن. مستنتجا ان المراه قد حصلت على العديد من, من حقوقها في عصرنا هذا واقتحمت عده ميادين كانت خاصه بالر... بالرجال ورغم ذلك فهي لا زالت عاجزه عن تحقيق كل اهدافها بسبب ما تتعرض له من حرمان واستغلال وعدم تكافؤ فرصها مع فرص الرجل حيث اكد الكاتب على ان السبيل الوحيد لتجاوز هذه الوضعيه هو تعليم المراه وامدادها بالقدرات التي تمكنها من التحرر والمساهمه في ربح معركه التغيير بالتعاون مع شريكها الرجل الا ان هذا التحرر يجب ان يحترم خصوصيتنا الدينيه والثقافيه اذا هذا كل ما يتعلق بهذا النص اشكركم على حسن المتابعه ودمتم بخير